هكذا يبدو المجمع الحكومي وسط مدينة صعدة اليمنية وقد نالت منه الغارات السعودية. دمار يحيطه الدمار من كل جانب وبقايا آثار ظلت شاهدة على ما كان من مقر ومنشآت حكومية قبل القصف الجوي. هذا يا سيدي استهداف من العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي للبنى التحتية الجمهورية اليمنية، وهذا مبنى المجمع الحكومي. هذا صالة اجتماعات كما تنظر، هذا حتى الجامع لم يسلم من استهدافهم. البنوك والمؤسسات وأقسام الشرطة والمحال التجارية بكل ما فيها وما احتوته، مئات الغارات الجوية حولتها إلى أحجار متناثرة على امتداد المحافظة التي تعاملت معها السعودية كمنطقة عسكرية مفتوحة. ما يقوم به العدوان من تدمير للمنشآت الحكومية الحيوية والبنى التحتية في البلد، خاصة في هذه المحافظة، محافظة صعدة، لا ندري على ماذا، إنما هكذا، لم نفعل بهم أي شيء، لم نعتدي عليهم. تدمير ممنهج للبنية التحتية في صعدة، يقول المسؤولون هنا. مساحات الدمار الشاسعة فيها تؤكد أنها كانت وما زالت عرضة للانتقام في أبشع وأوضح صوره الماثلة للعيان. على مدى ما يقارب العامين من الحرب والغارات الجوية، دفعت صعدة الثمن الأكبر والأبهض من أبنائها ومنشآتها التي تبدو على هذا النحو من الدمار. أحمد عبد الرحمن من على أطلال إحدى المنشآت الحكومية في صعدة، الميادين.